بسام أحمد الصيبة الجحاوشة، خدمة للوطن ككل ولقبيلة بني صخر بشكل خاص. اجتمعنا كمجموعة من الناشطين في العمل الاجتماعي والعمل الإعلامي لنؤسس موقع النشامة، والذي يعنى بخدمة وطننا الأردن بشكل عام وقبيلة بني صخر بشكل خاص في العمل الإعلامي والعمل الخدماتي والعمل الاجتماعي. ومع بداية العام الميلادي الجديد نعلن انطلاق موقع النشامة. حفظ الله أردننا الأعز في ظل قيادته الهاشمية ممثلة بجلالة الملك المفدى عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله. مصور رائد ضيف الله كساب الخريشة، من مؤسس الضيف للتصوير، والآن من مؤسسين موقع النشامة. محمد قرحال جبور، رئيس ملتقى صقور بني صخر، أحد أعضاء مؤسسين موقع النشامة. مهاير عليان مشوح الجبور، من ملتقى صقور بني صخر، عضو مؤسس موقع النشامة. محمد خالد جبور، صفحة بني صخر حمر النواظر وصفحة أخبار قبيلة بني صخر، وحاليا عضو مؤسس لموقع النشامة. نمر العايد الخضير، مؤسس موقع خضيرة العارفة. أتشرف أن أكون مؤسس في موقع النشامة. عبد الكريم الخضير، عضو مؤسس موقع النشامة. خالد سلام محسن الربيع الخضير، مؤسس صفحة ومجموعة أبناء أردن الشام الغربي، عضو مؤسس لموقع النشامة. أسامة سليمان محمد بلوط الجبور، عضو مؤسس لموقع النشامة. محمد قريم الخضير أبو جاسم، عضو مؤسس موقع النشامة. عبد الله الخضير، عضو مؤسس في موقع النشامة. فيصل المواز الخضير، عضو مؤسس في موقع النشامة. محمد الخضير، عضو مؤسس في موقع النشامة. وسيد عطا سند الفريج الجبور، أتشرف بأنني من مؤسسين موقع النشامة.